بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة ثالثة ثانوي، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر ومعنا يونت 12 للناس اللي متأخرة في المذاكرة، معانا عنوان الوحدة ماث اللي هي الأساطير and fables والحكايات الخيالية. يعني دلوقتي احنا هنعرف ايه الفرق بين الأسطورة والأسطورة البشرية الخاصة بالبشر، أسطورة إغريقية مثلا خاصة مثلا بظاهرة معينة. هنشوف الكلام ده دلوقتي. معايا الأول بقى الكلمات الأساسية للدرس، درس لذيذ مفهوش أي حاجة، ولو قريتوا الريدنج بتاعه هتستمتعوا أكتر لأنه جايب على كل كلمة نوع من القصص اللي بتفسرها. يعني أول حاجة كلمة بوست فيرب بمعنى يتفاخر، يعني speak proudly يتكلم بفخر، وبوست اوف او اباوت طبعا يتفخر بايه بقى اللي هو يتفشخر، احنا عندنا بالفلاح يقولك يتفشخر، يتفخر بحاجه بقى عيلته ميراثه قدراته، تمام كده يتكلم بفخر. تمام طيب كوز طبعا هناخد مشتقاتها ورا دلوقتي، الشخص المتفاخر اسمه ايه، التفاخر اسمه ايه كده. كوز فيرب وناون سبب ويسبب، نراجعها مع بعض. كوز فيرب يسبب او يجعل، بيجي بعدها مفعول طول المصدر، لكن لو كوز اوف يبقى ناون بمعنى سبب، بيجي بعدها اسم اي ان جي، قلنا بتشابه معنى كلمه ريزن فور سبب لي. طيب عندنا بعد كده تشير بمعنى يهلل او يبتهج، يعني نقول مثلا people cheering الناس بتهلل during the match اثناء المباراه، وcheer up فيرب يبتهج، يعني cheer up دي خاصه ان مع يبتهج بتبقى معاها up. تمام بعد كده عندنا كلمه تشاب، تشاب يقطع cut into pieces يجزأ، هنعرف ان تشابر اللي هو القطاعة او السطور، تشابر يبقى تشاب يقطع او يجزأ. الكلمة اللي عليها الدور اللي هي شيفرلي، اللي احنا كنا يقولك عربية شيفرلي فاهمني، بس شبهها كده فيها فروسية شهامة تمام كده، شيفرلي شيفرلي تمام كده، ار والال ممكن يتلخبطوا مع بعض. قلنا فيبل زي تيبل كده، حكايه رمزيه بيبقى وراها درس تمام كده. هذا مورال ان اليسن، ودي غالبا بتبقى جايبين بقى فيها تجسيد للحيوانات بتتكلم مع بعض عشان نطلع منها بعظه تمام، وهكذا زي قصه الارنب والسلحفه، اللي هو الارنب كان كسلان فالسلحفه كانت ماشيه ببطء وسخر منها، ففي الاخر السلحفه اللي فازت رغم انها ابطا من الارنب. ادي تعتبر فيبل يعني حكايه رمزيه. طيب عندنا بعد كده flood، flood verb noun verb بمعنى يغمر بالمياه، يعني يقول لك the river النهر flooded the fields غمر الحقول بالمياه، او يفيض طبعا على، وطبعا الفيضان نفسه اسمه flood. honorable احنا واخدين كلمة honor 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 بمعنى شرف، honorable شريف طبعا بيجي بعد اسم يقول لك honorable مثلا job وظيفة شريفة، honorable opinion رأي مثلا يحترم مبجل يعني يحترم respectful. eternal eternal everlasting ابدي forever تمام كده، eternal love حب ابدي مثلا، eternal honesty امانه للابد forever everlasting forever. evidence بمعنى دليل طبعا، هي تعد ولا تعد تنفع الاثنين، بس هي غالبا بنسبه 99.9 uncountable لا تعد، بتاخد some evidence بعض الادله، والدليل بيبقى ده المعلومات اللي انت بتجمعها عشان تثبت بيها حجة معينة، الحجة اسمها proof، يعني الـ evidence is the base of proof، هو الأساس اللي بيقوم عليه proof اللي هو الايه الـ fact نفسها اللي انت بتتسند عليها. تمام humble 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 بمعنى متواضع، بتساوي post طبعا عكسها boastful، boastful نقصتي اللي هو معناها متفاخر او متكبر، boastful تمام كده، اكتب لكم boastful فوق ايه عشان تظبطوها، متفاخر تمام كده. نايت الكي سايلنت بتتنطق نفس النطق بتاع نايت اللي هو الليل، فارس طبعا معروف ان نايتس ار فيموس فور مشهورين بي اللي هي شيفالري اللي هي الشجاعه او الفروسيه او الشهامه. تمام ليجند اللي هي الاسطوره، الاسطوره دي بتبقى ايه بقى الفرق بينها وبين الميث، لان ميث برضو اسطوره، لا الليجند بتبقى عن شخص كان عايش فعلا بس انت بتحكي عنه قصص ايه
وخرافية. يعني مثلا يجي يقول لك مثلا عنترة، عنترة ده كان عايش فعلا، بس انت نسجت حوالين حياته قصص خرافية، تمام؟ يبقى دي اسمها The Legend of عنترة. وفي طبعا حاجة فيلم معروف اسمه The Legends of Zorro، اللي هو زورو ده كان محارب ضد الطغيان في أمريكا الجنوبية، وكان عايش فعلا، بس انعمل له بقى أسطورة شعبية عشان يمجدوا الشخصية دي في التاريخ الشعبي. طبعا واحنا عندنا أبو زيد الهلالي، تمام كده، وهكذا. يبقى دي اسمها ليجند، شخص كان عايش فعلا. ليجنداري ليجنداري ليجنداري، قال لك اسطوري طبعا للعاقل وغير العاقل. يعني ممكن اقول لك ليجنداري كاركتر، شخصيه اسطوريه، وممكن اقول ليجنداري جول، هدف اسطوري. فاهمين ازاي؟ لوك باك، دي ممكن قلت لكم واخدينها قبل، ينظر للخلف فعلا وبيبص وراه يعني، او معناها تذكر ما مضى، ريكول سمثينج، يستعيده من الذاكره، تمام؟ ميث، ميث دي بقى اسطوره خياليه تماما، تفسير القدماء لحدث حقيقي من وجهه نظرهم هم. زي مثلا زمان الاغريق كانوا بيفسروا مثلا ان المطر ان الملائكه بتعيط، او ان مثلا الزلازل ان الالهه اللي في الاساطير الاغريقيه غضبانه على المخلوقات بتاعتها. فده اسمه تفسير قديم، تفسير قديم لظاهره معينه حسب النسخه بتاعه التفكير بتاعه الناس في الوقت ده. يبقى بتبقى احداث خياليه من اولها. ستيدي، ثابت، سو فيكست، يعني اقول لك ستيدي اوبينيون، راي ثابت، ستيدي برايس، سعر ثابت، سو فيكست. ستريتش، واخدينها قبل كده، يتمدد، يقول لك مثلا if you feel lazy، لو انت حسيت انك كسلان try to stretch، حاول تتمدد، تمام، او يتمطى، تمام. tear noun بمعنى الدموع، دمعة. و tear up verb بمعنى يمزق. البارت الثاني تحت. عندنا بعد كده كلمة allowed، كنا واخدينها برضو في مراجعة الوحدة السابعة لما خدنا الادفيرب. allowed و loudly، قلنا الاثنين دول adverbs، احوال. دي معناها بصوت مسموع، accepted يعني صوت مسموع، ولاودلي معناها بصوت عالي او بصوت ايه، مزعج، تمام. كلمه بيهيف، يسلك او يتصرف، طبعا بيجي بعدها حال، بيهيف بادلي، بيهيف ويل، وهكذا. بي لافد، صفه، اور بي لافد سون، ابننا المحبوب، طبعا هي عشان اخرها ايدي فهي adjective طبعا. عندنا بعد كده كلمه بريف، شجاع، هنعرف طبعا ان نايتس تعريف بقى الفرسان، فارس، قال لك ار بريف، بريف فايترز، بيبقوا مقاتلين شجعان مشهورين هما بريف. كاسل، التي سايلنت، كاسل، التي سايلنت، قلعه. واخدين فورترس يعني حصن، في تمرين من التمرين او في قطعه من القطع. كلمه سنتر، فيرب يتمركز، يعني اقول لك مثلا ايه، ذا بلاير، اللعيب سنترد، تمركز، ان فرونت اوف ذا جول، امام او ان فرونت اوف ذا نت، امام الشبكه. كمان بمعنى مركز، the center of، the center of كذا. كود، كود بمعنى ميثاق، يعني ساعات يقول لك مثلا the code of honor، ميثاق الشرف، ومعناها شفرة، secret code، شفرة سرية، مدونة زي بلوج كده، have a code، ومعناها دستور، ما الدستور هو ميثاق، تمام. contest، منافسة زي competition، أو صراع، تنافس، تمام. debatable، debatable، احنا واخدين debate قبل كده، بمعنى مناظرة رسمية بين مؤيد ومعارض، أو مناقشة رسمية بين مؤيد ومعارض، زي argument، argument دلوقتي نشوفها في التعريف بتاعها. debate كمان فيرب يناقش رسميا، debate زي المحامي ما بيناقش القاضي أو المتهمين، أو بيناقش مثلا الشهود، يبقى ده اسمه debate، تمام. debatable بقى مثير للجدل، يعني ساعات يقول لك debatable video، فيديو مثير للجدل، كان بي ديسكاسد، ممكن يمكن نقاشه او الجدال فيه. او ديبيتابل ايفيدنس، دليل قابل للجدل. ديفيت، احنا عندنا ديفيت فيرب وناون، هزيمه ويهزم، لو ناون يبقى قابل يجي معاه ادجكتيف، هارد ديفيت، هزيمه قاسيه. وديفيت خصم، يهزم خصم، باي النتيجه، يعني اقول لك مثلا ذيس تيم ديفيتد ذا اذر تيم، الخصم او الفريق الاخر، باي مثلا 2 بوينتس، بنقطتين. ديفند، يدافع عن، تاخدش حرف جر، عكسها طبعا اتاك، يهاجم. دونيت، يتبرع، دونر، متبرع. دراجن، اللي هو التنين، ده يعتبر بقى من الميث، الاساطير، لان التنين مش موجود اساسا في الحقيقه، ما ينقلش عليه بقى ليجند، لان الليجند بتبقى عن حد موجود، تمام، وانت بقى بتافور جامد في قصته عشان الناس تنقل اخباره بعد كده، تمام. مونستر، الوحش، برضو الوحش يتقال عليه ميث،
اسطوره غير حقيقيه خالص، مش موجود. تمام، مانستر. ومانستر ممكن تتقال على الشخص اللي هو وصل لليفل جامد قوي في الشر، يتقال هي از مانستر. تمام، ميوزيكال اكتبوا جنبها كده الصفه، صفه واسم. لو صفه بيجي بعدها اسم يبقى معناه موسيقي. تمام، ميوزيكال انسترومنت اله موسيقيه. طيب لو هي ناون اسم بمعنى فيلم غنائي او عمل موسيقي زي ميوزيكال بلاي مسرحيه غنائيه، ميوزيكال فيلم فيلم غنائي كده. اوبي واخدنا يطيع، وكير يحدث بتساويها من يحدث فجاه بدون ترتيب. لكن اكتبوا لي ان تيك بليس يحدث بترتيب، يعني المسابقات الدوليه بيجي مع تيك بليس تقع وتحدث بترتيب، لكن كير يحدث فجاه زي الزلازل الكلام ده. اوفرول طبعا اجمالي او كلي، يقول لك اوفرول فيو نظره اجماليه، اوفرول اوبينيون راي شامل او اجمالي. طبعا دي عكسها ديتيلد مفصل. بيس معناها نمط ثابت او وتيره، يعني يقول لك استيدي بيس وتيره ثابته افكسد بيس. تمام، خطوه كمان. باث ممشى او ممر زي اللي بيبقى موجود قدام بيت معين لما توصل للبوابه ده اسمه باث. بوز واخدينها يتوقف، ونوم بمعنى وقفه. بيرسيفيرانس اللي هو المصابره اللي هي زي الديترمينيشن العزيمه والاصرار. تمام، بيجي معاها كمان كلمه ويل اراده، اراده. بلنتي كنا قلنا بمعنى كثير او وفير بتدل على لا يعد، وممكن يجي بعدها اوف اسم او ضمير، وممكن تبقى من غير اوف، يعني يقول لك ايه اي هاف سم ماني انا معايا بعض المال. بلنتي از سبنت كثير منها ينفق ان كذا. تمام، بتاخد اوف لو وراها اسم. بروف دليل او برهان، ده بقى الفاكتس نفسها اللي الايفيدنس وصلك له، يعني الايفيدنس دي الانفورميشن المعلومات اللي يو كولكت انت بتجمعها عشان يو هاف بروف، يبقى قدامك فاكت تستند عليها. تمام، الفيرب منها بالفي، بروف يثبت او يبرهن، بروف الماضي تصريف تالت بروفن، يعني دي زي شو شون كده، ان الماضي منها عادي ايدي لكن التصريف التالت غير منتظم. بولايت مؤدب او خلوق، بيربوز يعني غرض، بتاخد حرف الجر 4 الصفحه اللي قصادها 341. معايا ايمرجنسي بمعنى حاله طوارئ، طبعا بتساوي ايمرجنت، طبعا ايمرجنسي ناون هي مكفيه نفسها، دي بقى الادجكتيف منها ايمرجنت طارئ، ايمرجنت سيتويشن موقف ايه طارئ. انكورجمنت تشجيع، جيف انكورجمنت يعطي او يقدم التشجيع. اكزاجريت 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 يبالغ، يعني لسه قايله لكم في الليجند الاساطير، انت بتحكي ستوري اوف سام وان شخص ما هو ليفد ريلي عاش حقا، بات يو اكزاجريت بتبالغ بقى، بتقول ان عنتره ده كان السيف بتاعه بيقتل 10 على اليمين و10 على الشمال، طبعا ده اسمه مبالغه، هناخد دلوقتي اكزاجريشن المبالغه نفسها. فير تو عادل او منصف، انفير يعني غير عادل. فيرس قاسي شرس عنيف، very cruel. fit طبعا نوبة. force verb بمعنى يجبر، مفعولته والمصدر، وforce كمان قوة زي قوة الطبيعة مثلا أو قوة جبرية قوة عسكرية، فاكتبوا كده force قوة قوة الطبيعة، كنا واخدينها في واحدة قبل كده قوة الطبيعة أو قوة جبرية يعني حد أجبرك تعمل حاجة بالقوة، أو قوة عسكرية قوة احتلال مثلا. تمام، gather يجمع أو يتجمع، يعني تنفع لازم متعدية، ممكن أقول لك the teacher gathered students جمع الطلاب near the board بالقرب من السبورة، يبقى هنا متعدي. وممكن أقول people gathered الناس اجتمعوا to listen to the news عشان يسمعوا الخبر، يبقى هنا فعلي لازم. grateful to thankful to شاكر أو ممتن لي. generation جيل، generous كريم أو عنده سخاء. تمام، كرم. hair ارنب بري a wild rabbit، وده اللي قلت لكم عليه لما اللي هو مع السلحفه. هولي مقدس the holy book الكتاب المقدس، هولي قران القران المقدس. honest امين dishonest غير امين. jealous jealous قابلتنا في الامتحانات الشامله، jealous غيور. jealousy الغيره الناون. youth الشباب او young people. modern day صفة مركبة compound adjective بيجي بعدها اسم،
معاصر، يعني يقول لك modern day generations، الأجيال المعاصرة. المربع اللي بعده real life، برضو دي صفة مركبة، real life زائد اسم، يعني يقول لك real life people، ناس واقعيين. real life people ناس واقعية، ما هي legend بقى تتكلم على real life people، ناس واقعيين. relevance CE يبقى NT الأدجكتيف. relevance الترابط، الملائمة، يعني يقول لك the relevance of the situation، ملائمة الموقف تو كذا. طبعا الصفة من relevant to ملائم ليه، افتكروا ان relevant to جاي من relation، ملائم يعني له علاقة بالموضوع. rescue noun وverb، ينقذ وإنقاذ. retell a story، يعيد سرد قصة. narrate اللي احنا واخدين منها narrative essay اللي هو المقال الروائي. risk برضو قابلتنا في امتحان، مخاطرة. risk وخدناها في تعريف الانتربرينير اللي هو رجل الاعمال المخاطر، رائد الاعمال اللي بيبقى عنده ريسك، الحب المخاطره. تمام. رولر حاكم منطقه او قبيله او دوله. والفيرب رول يحكم. سيميلاريتي بتوين تشابه بين كذا اند كذا. ستوني حجري، لو انت بتتكلم عن ميد اوف ستون، ستوني ستاتشو تمثال حجري، ولو مع الانسان تبقى كرول قاسي متحجر القلب او صلب. ستوري تيلر اللي هو الناريتور اللي هو راوي القصه. ستريكت صارم، سواء للشخص، شخص صارم في رايه يعني ما بيغيرش رايه، او راي صارم يعني مش بيتغير، ستيدي ثابت. تيل حدوته اطفال، تمام كده. زي معظم الفيبلز اللي هي القصص اللي بتبقى لها درس مستفاد عباره عن تيلز، اللي هي قصه الارنب والسلحفاه زي ما قلت لكم، دي فيبل رواية عن حيوانات قايمة بأدوار معينة عشان ورا درس، يبقى ده ممكن تتحكي حدوتة. تيل. ثرو اوت، أنا كنت أعطيها لكم ثرو اوت دي من قبل كده، إن ثرو اوت ممكن تستخدم ظرف زمان بمعنى أثناء. ثرو اوت ذا انترفيو، أثناء المقابلة الشخصية، يقول لك يو شود بي سمارت، كن أنيق، أو ثرو اوت ذا انترفيو. دورينج، ثرو اوت لو جه معاها مكان يبقى في كل أنحاء، ثرو اوت ذا ورلد في كل أنحاء العالم. verbally احنا كنا واخدين verbal شفوي، verbal communication تواصل شفوي. verbally شفوي طبعا شفهيا، التنوين طبعا كنا قايلين حال. تمام. version نسخة زي copy. wealth ثروة. wealthy الادجكتيف من الثري. very rich غني جدا، صفة قوية. well a while فترة، for a while فترة قصيرة، بس while فترة قصيرة يعني تكاد تكون ايه لحظة يعني. تمام. نيجي للتعريفات، جايب لك اول حاجة كلمة بوست. بوست يتفاخر، معناها بص بقى، بص معايا على السطر. talk proudly about حاجة، تتكلم بفخر عن حاجة، زي achievements انجازات، abilities possessions ممتلكات، اللي جاية منها الفيرب possess يمتلك، عشان ده ممنوع ينحط في الاستمرار. تمام. طيب cheer معناه ايه بقى؟ give a shout of encouragement او happiness، يعطي صرخة تشجيع او سعادة. طيب chivalry، انا بتلخبط بين ال والار مع بعض، شامة. هو مبدل هنا الفرق بينه، هو عبارة عن behavior سلوك that is honorable، شرف شريف، سلوك شريف. kind طيب، generous and brave وشجاع. especially men's behavior سلوك الرجال towards women، طبعا دي الفروسية بقى اللي هو بقى الايه الشهامة، صفة الفروسية. تمام كده. chop يجزأ، قلنا cut into pieces، eternal ابدي او ازلي. continuing forever استمر للابد، have no end ملوش نهاية. تمام. evidence دليل، قلنا facts حقائق. signs علامات دلائل. تمام. show clearly بوضوح that something exists، ان في شيء يتواجد، or is true. تمام. fable حكاية رمزية. a traditional short story عبارة عن short story لأنها حدوتة، قصة قصيرة. that teaches a moral، ايه تحفظوه يبقى teaches a moral او a lesson، دايما بتبقى about animals عن الحيوانات. تمام. تعالى معايا بقى كلمة flood، يفيض. cover land with، cover with يغطي الأرض بـ large amount of water. honorable شريف أو مبجل. having behaving التصرف in a way، دي انطلبت قبل كده in a way بطريقة ذات is morally correct، ف
لكن لما كنا قايلين ان الحال يؤكد الصفه فيرب تو بي حال زائد صفه صحيحه اخلاقيا، تمام، او في مورال ستاندرد معايير اخلاقيه. 342 بسرعه عشان الوقت معايا. humble متواضع معناه not considering، لا يفكر فيه. consider يعني think about، لا يفكر في yourself نفسك or your ideas to be as important as other people's. ان انت بتبقى متواضع حاطط نفسك في الكفة الواطية، ان انت ما بتعتقدش ان افكارك مهمة زي افكار الاخرين من حولك، تمام. night طبعا الكي سايلنت فارس، وقلنا ده طبعا a man with a high rank. احنا كنا قايلين rank رتبة عسكرية، اللي هو رتبة عسكرية عالية in the past. طبعا في انجلترا كانوا الفرسان لقب الفارس ده مش اي حد بياخده، تمام. طبعا was trained كان مدرب to train to fight للقتال while riding a horse، وهو طبعا راكب على حصان، تمام. legend اسطورة، قال لك a well known story قصة معروفة often about ايه بقى، ها brave people، تمام، شجعان adventures مغامراتهم magical events احداث خيالية دارت حواليهم بقى، تمام. طيب look back كنا ينظر الخلف، معنى look at something behind you، بص على حاجة وراك، أو think about something that happened in the past، تمام. الأسطورة بقى myth an ancient story especially خاصة one invented مخترعة تماما in order to إيه بقى explain، إنك تشرح natural حاجة طبيعية historical تاريخي event، اللي هو قال ايه بقى الزلزال بيحصل علشان الملايكة بتوع الارض كانوا بيتخانقوا مع بعض، حاجات كده ستيدي ثابت او رصين. keeping the same regular pace، regular pace اللي هو نمط معتاد او وتيرة معتادة. stretch out معناه extend تفرد your arms and legs. tear ده معناه تلاقين a drop of liquid، liquid يعني سائل وdrop يعني قطرة، which comes from the eye when you are very sad، تكون حزين وممكن very happy. طب 347 apply، احنا عارفين apply يقدم طلب، تمام. المعنى التاني لا، لو جه بعدها مفعول غير طلب وظيفي مثلا او طلب التحاق، يطبق قاعدة، يطبق درس في حياته. apply a lesson يطبق درس ايه مستفاد، او apply a system يطبق نظام. ركز بقى معايا، طبعا فيرب تو بي بيجي بعد الصفه، بي ديبيتابل يعني مثير للجدل، وقلت لكم مثلا الفيديو ده مثير للجدل، الدليل ده this evidence is debatable. bring eternal youth يجلب الشباب الدائم، في طبعا myth اسطوره بتقول ان a kind of plant نبات معين brings بيجلب eternal youth الشباب الدائم، وما كانش حد غلب طبعا. at charity وهي تعد طبعا بمعنى مؤسسه خيريه. create a charity معناها set up a charity ينشئ جمعية خيرية. cross the fishing line يعبر خط النهاية، وده موجود في قصة طبعا the hare الأرنب and the tortoise والسلحفة. cry tears يبكي الدموع. defend himself يدافع عن نفسه. develop new skills ينمي مهارات جديدة. find proof يثبت دليل، وقلنا يجد دليل، وقلنا proof برضو تعد ولا تعد زي evidence، لو هي مرئي ومسموع دليل مادي بتعد، لو هي فكرة أو حاجة بتبقى لا تعد. get poured قلنا get لو بعدها صفة تبقى بتساوي become، وطبعا بيجي بعدهم ايه الصفة، تمام. العمود التاني هنا معايا بعد كده give responsibility، give شخص responsibility يعطي شخص مسؤولية، معناه ان هو make الشخص ده responsible، make مفعول صفة. give a shout يطلق صيحة فرحة أو تشجيع، وقلنا give a shout يطلق صيحة ممكن فرحة ممكن تشجيع، a cheering fight مثلا. give examples يعطي أمثلة، have the power to لديه القوة أن يفعل كذا. make a note أو write down a note يدون ملحوظة. pay attention to يولي أو اهتمام أو ينتبه لي يعطي انتباه لي. support an argument يدعم رأي، تمام كده with evidence طبعا. you support an argument with evidence، تدعم الرأي بالإيه بالدليل، وقلنا ده بيكون في الارجيومنتاتيف والبرسويزيف اسي مقال الإقناع والجدلي. take the risk يخاطر يقبل المخاطرة. teach a lesson يعطي درس، يعلم درس أو يلقن درس لي شخص مثلا أو كاركتر شخصية معينة. wear a heavy armor، wear armor يرتدي درع، وقلنا اللي بيرتدي الدرع هو knights
الفرسان. تمام كده معايا اللي بعده. عندنا بعد كده صفحة 349، عندنا بقى المشتقات. المشتقات دي بتبقى الكلمات اللي في أول مربع في البارت 1 في الصفحة، لازم تعرفها لان لازم هيجي عليهم سؤال، ان الاختيار كله بيبقى نفس الكلمه، بيختبرك بقى انت عارف مكان الصفه والحال والاسم والفيرب ولا لا. اظن يعني الوحده ال 12 عيب قوي لو الناس لسه بتغلط في الفكره دي. يعني مثلا عندنا الفيرب يتفاخر بيبقى قبليه طبعا فاعل، هي از بوستنج يتفاخر. تمام كده. وممكن بوست فيرب يحتوي على شيء. ابوست مصدر فخر، بوستر الشخص المتفاخر او المتكبر، بوستفولنس لا تعدل والتفاخر والتكبر، افويد بوستفولنس تجنب التكبر، if you want to succeed لو عاوز تنجح، بوستفول على وزن بيوتيفول متكبر متفاخر. طبعا دي شخص متكبر ده اسم حامل الصفه ابوست، انما دي بوستفول صفه عشان كده ما حطيتش ا لان ما فيش وراها اسم. تمام معايا. بقى بوستفولي حال بيجي بعد الفعل او قبل الفعل حسب نوعه بقى لازم ولا متعدي. يعني هي از سبيكينج بوستفولي بيتكلم بتفاخر. الصفحه اللي بعدها اللي هي 350، طبعا حاطه لكم في الصفحه من فوق عشان ما تتوهوش مني. فيرب وناون ادجكتيف، الفيرب طبعا فيبل حكايه رمزيه مفيش منها فيرب، فيبل حكايه رمزيه، ا فيبل قصه رمزيه، فيبلد او ليجندري اسطوري طبعا بيجي بعدهم اسم كاركتر مثلا وهكذا، طبعا مفيش منهم صفه. تشاب يقطع يجزأ يخرط، تشاب ده ملوخيه مثلا ليفز او رق الملوخيه، تشابر السطور او القطاعه اللي هو القطاعه اللي بتبقى موجوده في الكبه مثلا. طيب مفيش منها طبعا ادجكتيف ولا ادفيرب. تشير اب يبتهج او تشير بس يهلل، تشير برضو تنفع تبقى صيحه فرح، اتشير تعد، لكن تشيرنج لا تعد التهليل والصياح. تشيرنج ممكن تستخدم كمان، يعني ممكن تستخدم اسم لا يعد وممكن صفه. تشيرنج مثلا نيوز اخبار مفرحه مسببه للبهجه، انت لما بتشعر بالبهجه اسمك تشيرفول. طبعا تشيرفولي بابتهاج يقول لك سبيكس تشيرفولي بيتكلم بابتهاج، يبقى يشعر بالبهجه تشيرفول مفيش اي دي، مسبب للبهجه تشيرنج عاديه جدا. خدنا فلود يفيض ويغمر المياه، فلود الفيضان فلودنج الفيضان، يبقى الفيضان له ايه كلمتين، ليجند قلنا اسطوره، ليجندري اسطوره، وليجند ممكن تستخدم صفه بمعنى جيد جدا، يعني ممكن يقول لك فيري جود او ليجند، ذيس ورك از ليجند او از فيري جود. ستيدي تتصرف الواي تقلب اي اي دي يعني يستقر، يعني يقول لك مثلا ذا ايكونوميك سيتويشن الموقف الاقتصادي بيجان تو ستيدي بدا يستقر. تمام كده. طبعا ستيدي نس الثبات والاستقرار على وتيره واحده. ستيدي صفه كمان معنى ثابت او مستقر، ستيدلي مهمه قوي معناته بثبات. خلاص معايا بقى الصفحه القصاده لان احنا دخلنا كده على الصفحه اللي انتوا بتكرهوها اللي هي التركيب الاكسبريشنز والايديومز. تمام. وحروف الجر اكوردنج تو طبقا ليه، واخدنا اس بوسيبل بقدر الامكان. هناخد دلوقتي بي بيزد اون يكون قائم على. طبعا الفيرب بيز اللي هو يؤسس على، فيرب بيز يؤسس، بيز اون يؤسس على، ينبني مجهول بي بيز مؤسس او قائم اون على. تمام. بارتلي جزئيا بقى حال، احنا كنا لما خدنا مكان الحال بيجي ما بين الفيرب والادفيرب، ما بين الفيرب والسوري وحرف الجر بنحط الحال. ممكن اقول بيزد بارتلي اون تشاريتي ورك العمل الخيري، كود اوف بيهيفير ميثاق للسلوك بتاع، قواعد للسلوك. تمام. ديلي لايف الحياه اليوميه، كنا واخدين ديلي صفه معنى يومي، ايترنال يوث الشباب الدائم، فورسز اوف نيتشر لسه قايلين قوى الطبيعه، هابينس ميكر صانع السعاده ما فيهاش اي حاجه، هانتنج كونتست منافسات للصيد دي كانت بتحصل بين الخياله والفرسان زمان، هانتنج الصيد البري، وكونتست منافسات. ان ان ايمرجنسي في حالات الطوارئ، ميدل ايجز العصور الوسطى هي اللي كان فيها انتشار لظاهره نايتس الفرسان، وطبعا اسطوره الفارس ان هو يقدر يعمل كل حاجه والشهامه اللي بتبقى وصلت لدرجه انه ضحي بنفسه عشان حد. تمام. مودرن دي صفه مركبه بيجي بعدها اسم، طبعا مودرن دي سوسايتي مجتمع معاصر، ناشونال كانسر اسوسيشن، اسوسيشن لوحدها بمعنى رابطه ومعناها نقابه وظائف، دكتورز اسوسيشن نقابه الاطباء. فاحنا عندنا دي اسمها رابطة مرضى السرطان الدولي او جمعية السرطان او الجمعية القومية للسرطان،
overall بمعنى كلي او عام او شامل، بيربص غرض شامل او كلي. real life people تنسائلين real life صفة مركبة الاسم شخص حقيقي. round table المائدة المستديرة دي كانت متعلقة بانجلترا واتخاذ القرارات والتحديد بقى الفرسان ومهام الفرسان والكلام ده كله، كانت الراوند تيبل دي مهمة جدا في التاريخ الانجليزي. سبورتنج قلنا صفة بمعنى رياضي، سبورتنج زائد اسم سبورتنج كونتست منافسة رياضية. ثرو هارد ورك عن طريق العمل الجاد. معايا المقطع اللي بعد كده اللي هو بقى التركيب اللي لها مرادف اللي هو gives the same meaning. at a slow pace على وتيرة بطيئة، so slowly يعني ده بقى دول بيبقوا اسمه حال طريقة اللي هو بيجي بقى بعد الفعل، تمام. ده وده at a steady pace يقول لك steadily the car is moving at a slow pace at a steady pace، يبقى steadily and slowly، تمام. ده مهم قوي. fed up with يمل من، سواء annoyed with يسأم، bored with for a while استخدمها لفترة قصيرة for a short period of time or for a short time على طول. in a fit of anger في نوبة غضب، استخدمين ان فات يعني نوبة، معناه in an outbreak انتشار فات طبعا of anger، تمام كده. طبعا in a fit of في نوبة من، in an outbreak of في نوبة من، وبيجي معاه دايما حاجة سلبية، تمام. بعد كده in a charge of، طبعا ده مصطلح بياخد قبليه verb to be، يكون على قدر المسؤولية يعني يكون مسؤول عن. keep on go on continue اي انرجي او طول مصدر يستمر فيه. make up او invent يؤلف ويختلق افكار من دماغه، قصة رواية مبررات وهو بيكذب. you made up مثلا a reason سبب for your مثلا absence غيابك كده يعني. manage to المصدر بتساوي succeed in ing يتمكن من وفي بصعوبة، يتمكن بصعوبة. teach a moral يدرس يلقن حد درس. teach a lesson يفهم المغزى من قصة معينة. كنا واخدين برضو في مراجعة الوحدة السابعة في الصفات والأحوال إن ذا والصفة بتساوي صفة مع people معناها الموتى الشباب، وقلنا الفيرب بعدها بيكون فعل جمع. بعدها throughout the world قلنا لو جه بعدها مكان تبقى all over مكان في كل انحاء المكان. نروح للفروق صفحة 252 احنا واخدين post about post of يتباب. bring back يعيد ويستعيد بتساوي restore، مهمة قوي على فكرة حروف الجر. center around يتمركز حول، يقول the army الجيش centered around مثلا يتمركز حول this area زي المنطقة to defend it عشان يدافع عنها. challenge to يتحدى. chop into cut into يجزئ إلى ويقطع إلى. consider شخص يعتبر شخص to be حاجة، يعني يقول لك مثلا they consider محمد صلاح a sporting icon رمز رياضي أيقونة رياضية. consider شخص to be. debate about argue about يتناقش أو يتجادل بشأن. fight for يقاتل من أجل فكرة دولة رأي. find out قلنا يكتشف أمر بالصدفة، لكن discover يكتشف شيء للبشرية قايلين بالصدفة برضو. ايه الفرق بين hear of و hear from؟ نفتكرها مع بعض. ان hear from يتلقى رسائل من احد الاصدقاء او المعارف والاقارب، لكن hear of يسمع عن، يعني ده phrasal verb، تمام. ده لا، لان of ما غيرتش المعنى، يبقى hear from يتلقى رسائل من، ده phrasal verb لان from غيرت معنى hear. help شخص with يساعد شخص فيه، يقول لك help me with my homework ساعدني في الواجب بتاعي. اسم look back قلنا ينظر للخلف او يعيد التفكير في شيء قديم. دي بقى المهمة قوي، يورث الفيرب ده يعني ما اقولكش مهم جدا. يورث قصص معتقدات، يقولك this not this story هذه القصة is passed on او passed down through generations عبر اجيال. pay for يدفع ثمن سلعة. pull out يستخرج زي extract كده زي pull out a tooth سنة او remove يزيل الشيء ده، تمام. stretch out قلنا يتمدد. وthrow into يلقي فيه كذا. wake up يستيقظ او يوقظ. معايا الصفحة اللي قصاد انا مش هقراها طبعا. الفرق بين myth و legend و fable انا شرحتهم وانا بشرح الكلمات، انت هتقرا الصفحة دي هتلاقيني محددة لك في ملف البي دي اف بتاع الزيادات الخط تحت التعريفات المهمة بترجمتها فوقيها، تمام. خليك بقى معايا الصفحة اللي بعدها.
ايه الفرق بين صفحة طبعا 354، ايه الفرق بين بي بيزد ان وبي بيزد اون؟ بي بيزد ان مكان يكون مقره فيه او موقعه فيه، يقول لك اور اوفيس از بيزد ان كذا، دي بتساوي في المعنى الى حد ما اللي هي بي لوكيتد ان، اللي هو يكون مقره فيه او يقع فيه، تمام. لكن بي بيزد اون دي بتساوي في المعنى ديبند اون، بس ديبند ما بتسبقش بفيرب تو بي، depend on يقوم على او يعتمد على. يعني انا اقول the film depended on او was based on، طبعا was based عشان دي ايه، دي صفة يكون قائم على a novel by Charles Dickens. خدنا loudly و aloud، تمام. قلنا loudly in a loud voice بصوت عالي مزعج، يعني يقول لك he shouted at the child، زعق في الطفل loudly which frightened، يبقى كان حاجة سلبية. لكن aloud something made him laugh aloud، يضحك بصوت مسموع as in the meeting which was طبعا embarrassing، كان امر ايه محرج، تمام. From now on من الان فصاعدا، دي بتدل على المضارع المستقبل. You are always making mistakes، انت دايما بتعمل اخطاء. From now on من الان فصاعدا، you will be punished for anything wrong you do، مستقبل، تمام. لكن from then on بيجي معاها بقى يا مضارع تام يا ماضي، يعني I left university in كذا، تركت الجامعة في سنة كذا. From then on من الوقت ده إلى الآن I haven't seen Mr. بهاء، تمام. نيجي بعد كده صفحة 355، هياخد بقى ال advanced level. level بقى advanced level مستوى ال advanced خاص بالكلمات اللي هي أول مربع في الوحدة، اللي هو بقى إيه المعاني الإضافية للكلمة المحورية في الوحدة. فأنت عندك post، بوست واخدينها هي تباهى، بوست ذات يبقى وراها جملة، ذات يبقى وراها جملة، ادي جملة. لكن of about يبقى بعدها اسم noun او ing، تمام. طيب بوست كمان بمعنى يحتوي على، تمام كده. يعني انا كنت قايله لكم المعنى التاني لها في الكلمات كانت include، يحتوي على. my team boasts includes the best players in the world. بوست لو نو مصدر فخر، my post مصدر الفخر بتاعي اللي هو source of pride، مصدر الفخر بتاعي is فلان الفلان، تمام. poster المتفاخر او المتباهي، you are being قلنا لازم دي تبقى poster لان ده noun اسم يعد، you are being a poster. stop talking about your achievements all the time، بطل تتكلم عن انجازاتك طول الوقت. postful بقى يعني لو انا شلت الا هتبقى you are being postful، تمام كده. عكسها طبعا modest متواضع، humble متواضع، تمام. when you are when you got angry you started to be postful، بدا يتكبر يتفاخر. postfulness التفاخر والتكبر. I can't stand، كانت stand افتكروا معايا في الوحده الخامسه كانت لا يطيق، تمام. his postfulness طبعا ضمائر الملك، صفات الملكيه بيجي بعدها ايه اسم، تمام. نكمل بعد كده. عندنا بعد كده بقى مصطلحات تشاب، تشاب اب او تشاب، يعني هي ممكن تستغنى عن اب زي تير كده مصدق، وتير اب وتشير وتشير اب، تشاب وتشاب اب. اي قطع يعني I want to chop the meat، اقطع اللحم. لكن لو جبت عدد الاجزاء، قطعت اللحم الى مثلا 6 قطع او شكلها الى مكعبات الى شرايح، يبقى تشاب الشيء انتو، يعني I want to chop the meeting into the meat، اسفة اللحمة انتو small cubes مكعبات، تمام. طيب chop down، so cut down خاصة بالشجر بس، هذه خاصة بالشجرة، يعني لازم تلاقي في جملة كلمة tree. يعني I completely I'm completely against chopping this tree down أو chopping down the trees. chop off بقى مش شرط مش شجر، يقطع أي حاجة غير الشجر، يعني the gardener الجنيني chopped the thumb branches اللي هي الأغصان أو الفروع، up grass الأغصان جميلة، grass العشب أعشاب، off تمام. chopper قلنا السطور أو القواطع بتاعة الأسنان بقى، butchers الجزارين use heavy choppers بيستخدموا سواطير تقيلة to cut the meat. chopper the row، row يعني صف، upright white اللون الأبيض النصع. choppers dominate يعني controls، تسيطر على hair face، يعني هي اللي بتشمل الوجه، معظم الوش اسنانها البيضة المنورة دي. الجزء اللي بعد كده اللي هو تشير، تشير اب، وهنا اب محطوطة بين قوسين يعني ممكن تتشال، بمعنى يبتهج لو فعل لازم، يبهج لو متعدي، انت فتبقى لازم متعدي. ذا فانز المشجعين
تشيرد ابتهجوا وان صلاح ستارتد تو ورم اب لما بدأ يسخن. تشير اب او تشير بس يبهج ذا لاست مينيت جول، هدف اللحظه الاخيره او الدقيقه الاخيره. تشير ديفنس ابهج المشجعين. تشير اسم يعد اتشير بمعنى صيحة فرحة. he gave a cheer أعطى صيحة فرحة أو تشجيع to the player who won a man of the match اللي فاز رجل المباراة. cheering بقى احنا عندنا صفتين، cheering اللي هو المسبب للفرحة، cheerful ده اللي يشعر خدناه قدام بالفرحة، يعني احنا نعتبر باللم اللي خدناه. thanks to بفضل your cheerful cheering news like she is a cheerful person. تمام، خدنا احنا طبعا فيد اب وفيد اب ويز. طبعا انا كنت قايل لكم الحروف اقل ما بيجيش بعده اسم بيبقى زي الحاجه اللازمه كده، فعل لازم، وطبعا حروفه اكتر بيبقى متعدي يعني اللي بيجي بعديه مفعول، ده طبعا ما بيجيش بعديه مفعول. الاثنين بمعنى يمل، ده يمل ودي يمل من. تمام، يعني انا اي ام اكزوستد انا مرهق اند ابيت فيد اب وملان قليلا. لكن hurry up رودينا we are fed up with waiting احنا ملين من الانتظار. طبعا احنا واخدين flood flood verb بمعنى يفيض، انا مش هقرأ الامثلة عشان الوقت. verb بمعنى يغمر بالماء. تمام كده، يعني covered قلنا cover شيء with water او مش شرط water، تمام كده يغطي بيه. لكن flood كمان verb بمعنى يفيض لو فعل لازم، يبقى هي يغمر بيه لو متعدي. يعني هنا اقول لك flood all the agricultural land يعني غطى كل الاراضي الزراعيه. لكن the river flood النهر فاض in the rainy season في موسم المطر. كمان flood بمعنى يتدفق. تمام، بتساوي flow pour. يعني اقول لك the refugees، وعلى فكره ممكن تيجي مع الميه وممكن تيجي مع الاعداد كبيره من كذا. يعني اقول لك the refugees اللاجئين were escaping the war كانوا بيهربوا من الحرب. flooded تدفقوا across the borders عبر الحدود. flood with يملأ بيه، يقول لك China has flooded the world with كذا، دي بتساوي fill with يملأ بيه. تمام، flood over أو flood back يعني يغمو. happiness flooded over my mother دي بتيجي مع المشاعر أكتر. تمام كده، غمرت والدتي. فلود لو ناون بمعنى فيضان او تدفق، بص بقى معايا اهو، تجيب الناون فوق يفيض يبقى فيضان، يتدفق يبقى تدفق، فاهمين ازاي؟ فهنا بيقولك ده هاي فلودز الفيضانات العاليه ديستروي دمرت ذا فيلج مات بريك هاوسز اللي هي بيوت الطوب اللبن. تمام، ذا فلود اوف ريفيوجيز تدفق بقى ما بين ذا واوف بيجي اسم، يبقى flood هنا اسم، flood هنا جاية بعد الصفة يبقى هنا noun اسم. تمام، in flood في حالة فيضان. you should avoid swimming in the river when it is in flood في حالة فيضان. flooding برضو الفيضان، the flooding of the river زي the flood of the دي ال process نفسها، وصفة لعملية الفيضان نفسها. فيضان النهر is partly good and partly bad، طبعا partly يعني جزئيا سيء جزئيا جيد. steady خدنا ثابت او مستقر. احمد is making a steady progress تقدم ثابت وتيره واحده. تمام، at school hold the camera امسك الكاميرا steadily بشكل ثابت. تمام، عندنا في صفحه بقى 358 اخر جزء part 1 hold او remain يبقى او يظل، بيجي بعدها صفه قلب مثلا يبقى steady ثابت. my blood pressure ضغط الدم بتاعي remained steady ظل ثابتا. طبعا ستيدي لو صفة يبقى قابل يجي بعدها اسم. ستيدي جوب وظيفة ثابتة، ستيدي ورك عمل ثابت، ستيدي انكم دخل ثابت. ستيدي لو بقت فيرب تتصرف اي اي دي، الواي تقلب لاي. the prices of gold have steadied يبقى استقرت اصبحت ثابتة. ستيدي كمان فيرب بمعنى يهدئ. تمام كده، يقول لك it is said that lemon juice عصير الليمون helps you steady your nerves تهدئ اعصابك. وستيدنس الثبات. اشوفكم في بارت 2، يبقى كده كل سنه وانتم طيبين، خلصنا الترم الثاني في المنهج. شكرا.